الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. أنا مولود في الطيروان. ومستوى عمري 82 سنة. أركب. وخدمت دخلت النسيج هذايا عام 56. دخلت أتعلم عام 56. إلى حد الآن أنا في النسيج الحمد لله المرور مريق ده مع الصنعة اللي ما زالت موجودة معنا. بالنسبة للبطانية والبرنوس والحائط القديم من شارع وقماقاش تاريخ الصنعة هذه قديمة ياسر هذا قديمة معنا من وقت الإمارات من وقت المعز بدين الله الفاطمي معنا كل الحياة هذيك معنا من وقت عقبة المنافع اللي جاء عقبة المنافع وتعمل في البلاد والقيروان وبدأت الناس تعيش تخدم ولا يخدم النجار ويخدم الحداد ويخدم النساج الخدمة اليدوية والمحراث العربي اللي يحرق الأرض ويطلع يطلع القمح ويطلع الشعير ويجروشة ويجوا لهم معنا القرداش يخدم الصوف ومعنا الغلم ويجزوا الغلم فما قرداش يتسلك الصوف ذاك وتعمل نحى منه يعني القيام ونحى منه الطامة ونخدمه منه الزربية ونخدمه منه البطانية العبانة يعني والتجليلة ونخدمه الورقة هذه تكون بتاعها 5 دروع والعوض بتاعها 220 والبطانية طولها 13 دراع 10 و3 يعني 13 يعني 6.5 متر طول متاعها والعرض متاعها 20 متر و20 تصل يعني 6.50 متر طول ذراع 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 والمتر ومتر يعني 6.5 متر احنا نقيسه بالذراع الى حد الان يعني تو كيف نكير الحايك نكمله انا عامل ذراع كم عامل متر نكير بالذراع يعني 12 ذراع نعمل ولي حايك نجم كل 60% من العائلة الموجودة في القيروان هي تعيش من الصوف وتعيش من النسيج من الصناعة هذه فما اللي يصنع في الدار الزربية المرقوم يعملوا طعم العبانة باش نخدموها نحن هنا في السوق هذا بتاع النسيج سوق النسيج هذا سوق الجرابة يسميه كان هما مالي الحوانت ومالي الأنوال من القيروان قراوة كما سعد الكاسي كما محمد الكاسي كما كنت بدا على عظوم كما يعني القدم مظومة ومحمد زردان وبعدين الجمعة والرباوي يعني عظوم الأسماء القديمة اللي كانت تخدم في الصنعة دي كانت تخدم وتبيع وتشري كان عنا السوق هنا في السوق في سوق النسيجة كان يجينا الطعمة والقيام يجينا القيام ويجينا الطعمة كيلوات 100 كيلوات لما والناس تشري والنسوة تعمل تشري الصوف وقت الززة وقارب شوها وردوها الطعمة ويجيبوها للسوق يبيعها يعني مخلافة اللي يخدموا كانت السوق هذا بكله بثمانية وكمانية ما فماش حانوت ما فيوش الزنوان في الزنوان الحوانت كلها توقع فارغة 4 حوانت هذين موجودين ونخدموا إلا في الحائط أنا حبيتها وكيت فيها كرامت كيت فيها حرية وكيت فيها معناها يعني كل نحن يعني القيمة تاعي يعني لقيتها فيها الصنعة هذه أنا خدمت أول ما خدمت الكاسة بتاع الحمام الكاسة بتاع الحمام بتاع القيم بتاع الطيابة وغير الطيابة خدمت تقريبا جيت كاسة سنين وأنا أخدم في الكاسة بتاع الحمام بعد وليت بخدم في السلسالي الحرير أرتيفيسيالي كان يشيروا الحرير من تونس من بولان ونخدموا الناس السلسالي يتغطى به المرأة السلسالي ما عادش شيء مليح ولينا نخدموا في العبانة حتى نخدم في العبانة ونخدم في الجلد نخدم مليح ولكن كي نخدم كيف معنا ما نش نخدم ما نقولوا نحن باش نطيح بزيد خدمة مرافتهم يجيوا بحذايا يجيب حدانا يقعدوا بعد ما يقراوا يمشيوا يقراوا
بعد ما يقرأ ما قال لهم في الدار نجيبوا نحطوا محلية في الحانوت. ثم معجم فما برشا وليدات كانوا يجيوا وقت الخدمة في الزهرة وكل شيء يجيوا يتعلموا التدوير، يعني يدوروا أكل بوبينة لك الجعب اللي نخدموا به. يعني من جملة مولادي أنا قال لهم شرابوا في الشارع بحذايا حتى تعلموا الصنعة. أنا بيدي كي دخلت الصنعة قبل ما ندخل الصنعة ما تعلمت حتى شيء، ما تعلمت لبيس ولا كورة. يعني الصعوبات اللي موجودة توا هي إيجاد السلعة وإيجاد اليد العاملة ما هجرتها ياسر، ما قعدتش يد عاملة. البيع زادة متاع كيف ما هوش متاع تيمبو متاع بيع يعني كفرة ولا حاجة. يعني فما ناس يطرز يعملوا كتريزة يعملوا شنو يجي يشريهم من عندي أنا قاعدين ناكلوا في قصرنا ولا أكثر ولا أقل. ما هيش الصنعة اللي مش يقولوا نحن عندها نهاية كما نهاية البطانية وكما نهاية السفساري وكما أنا رجعنا توا ولو حياة طريفة لخاطر يعملوا فيها لباس توا حياة كذلك. سلامي على طيبة سلامي على طيبة سلامي على الحرم سلامي على من خصه الله بالكرم. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.